فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة في الخمسين من عمرها طلقت ثم حاضت حيضتين. نعم. امرأة في الخمسين من عمرها طلقت ثم حاضت حيضتين ثم مرت عليها ثلاثة أشهر دون أن تحيض. سؤاله: هل تعتبر آيسة ويحكم بانقضاء عدتها؟ إذا كانت بلغت الخمسين متأكدة فإن عدتها بالأشهر ثلاثة أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، والآيسة هي اللي بلغت خمسين تعتد بالأشهر، وإذا جاء دمه فهو ما هو بدم حيض، هذا فساد نزيف. نعم.